يلملم الصيف أشعة شمسه الحارقة ورطوبته المرتفعة، ويرحل تاركاً وراءه الخريف بطقسه المعتدل ومناخه المتقلب بين الرطوبة والجفاف، والذي يكون تمهيداً إلى دخول فصل الشتاء ببرودته الشديدة وأمطاره وثلوجه. إننا نحن البشر نتأثر بعلم أو من دون علم بهذه الانقلابات الفصلية، وعلى وجه الخصوص تتأثر بشرتنا التي هي خط التماس الأول بيننا وبين العالم المحيط والجزء الملامس منا للهواء والوسط الخارجي. لذلك يجب علينا في هذين الفصلين أي الخريف والشتاء إلى الاهتمام والعناية البالغة لحماية بشرتنا من تبعات التقلبات الطقسية والانقلابات المناخية. يتسبب فصل الشتاء بجفاف البشرة وأسوأ من ذلك تقشرها وتشققها أيضا، حتى الإصابة بالأكزيما، وهي حالة من التهاب البشرة، إذ بمجرد استخدام وسائل التدفئة تبدأ البشرة بالجفاف مهما كان نوع الوسائل التي يتم استخدامها. فصل الشتاء قد يؤثر على البشرة بشكل كبير بسبب العوامل الجوية القاسية التي ترافقه، مثل الجفاف والبرودة الشديدة والرياح القوية. وهناك عدة تأثيرات قد تحدث على البشرة خلال الشتاء، ومنها جفاف البشرة، حيث يعد الجفاف أحد أبرز التأثيرات السلبية لفصل الشتاء على البشرة، ويحدث ذلك بسبب الرطوبة المنخفضة في الجو والتدفئة المركزية التي تزيد من فقدان الرطوبة من الجلد، وينتج ذلك عن شعور بالتوتر والتهيج وظهور خشونة وتشققات في البشرة. وأيضا تهيج الجلد، البرودة الشديدة والرياح الباردة قد تتسبب في تهيج البشرة، خاصة الأجزاء الحساسة مثل الخدين والشفاه، قد يظهر الجلد باللون الأحمر ويشعر الشخص بالحكة والشد. وأيضا زيادة التجاعيد، وقد يزيد الجفاف وفقدان الرطوبة من البشرة ظهور التجاعيد وتفاقمها، مما يجعل البشرة تبدو أكثر تجاعيدا وترهلا خلال فصل الشتاء. وأيضا يتسبب الشتاء بظهور البثور والحبوب، وقد يعاني بعض الأشخاص من زيادة في ظهور الحبوب والبثور خلال فصل الشتاء، قد يكون ذلك نتيجة لتغير في توازن الجسم والبشرة أو بسبب الاحتكاك مع الملابس الثقيلة والوشاحات الصوفية. للحد من تأثيرات فصل الشتاء على البشرة والحفاظ عليها، اليوم سوف نتحدث في صباح دجلة بكل هذه التفاصيل عن حماية البشرة والعناية بها في فصلي الخريف والشتاء.